هارد لك يا رجاله، طبعا عملتوا اللي عليكم وزياده فتره من الفترات، كنتوا انتوا احسن مننا، لكن ده حال الكوره، وكوره مكسب وخساره، لكن انا بحييكم بجد من كل قلبي، وزعلان عليكم ان انتوا خرجتوا من البطوله. كان نفسي العب الماتش ده والله مع الكابتن طارق في النهائي. بشكر الكابتن طارق، بقول له هارد لك، وان شاء الله اللي جاي احسن. مبروك يا كابتن سمير. لا يعني عايز اقول بس حاجه يا طارق، والله يعني لما المدربين اللي واقفين ثلاثه، هم كابتن طارق السيد وكابتن سمير كمونه وكابتن جمال حمزه، والثلاثه بيقولوا لكم انتوا فرقه كويسه، ده معناه حاجه واحده بس، الفرقه دي فيها اولاد ممكن تبقى لعيبه كوره.